استاذ نبيل صلحاني كمان بينضم لنا هلا. صباح الخير رئيس استاذ قسم نبيل. تدريب الدفاع المدني، يعطيك العافية، صباح الخير. يعطيكم العافية. تفضل. بالنسبة للعمليات يلي قامت فيها عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، كان في 7 مهمات لإطفاء الحرائق بمختلف المناطق اللبنانية، متنوعين، كانوا حرائق بالكهرباء وبالمنازل. في عندنا كان 4 مهمات للإنقاذ، وأغلبيتهم أشخاص كانوا علقوا على يعني بالتلف، و6 مهمات للإسعاف لتدخل يعني حوادث السير ونقل المرضى، و5 مهمات تأمين السلامة العامة. نعم. ما كان مجموعهم 22 مهمة بال 24 ساعة يلي مرقت. مثل ما تفضلت وحكيتوا هلا عن الطقس شوي الشتوي اللي جاي، اللي هو بطبيعة الحال هلا موسمه، نتمنى على الجميع انه وقتها ينتبهوا ويراجعوا الارشادات الدفاع المدني اذا حابين، موجودة على الصفحة الالكترونية على civildefense.gov.lb. وكمان يتذكروا انه رقم الطوارئ 125 موجود لترقي اي طلب للمساعدة، وان شاء الله ما حدا يعوزه. وشكرا لك. شكرا لك نبيل صلحاني، رئيس قسم التدريب وكل عناصر الدفاع المدني.